ابي اسالك سؤال، انت ليش تعاملني كذي؟ وامس شلون تحرجني قدام اهلك على لبسي؟ ترى انا اذا كاشخه انا كاشخه عشانك. انا كذي ما احب زوجتي تكشخ قدام احد. احد؟ منو احد؟ امس منو كان موجود غير اخوك وامك وابوك واختك ومرت اخوك؟ خالد مثلا. اذا عيد ميلاد كان عيد ميلاد كادي زوجته وما كانت كاشخه مثلك، شكو؟ والله يا ريتك تصير ربع اخوك خالد واهتمامه لزوجته. انا تقارنيني برائل جريز؟ المرأة المحترمة ما تقارن الريال بأخوه. يبا امس لهينا بلوية العيد ميلاد ونسيت اقول لك الموضوع اللي ابيك فيه. يا كثر مواضيعها، بنتش هذه ما تخلص، ما نفتك منها. خير ايش عندك؟ الشقة اللي يمي فضت وابي اخذها، لان ما شاء الله مو ملحقه على الشغل. يعني تبين توسعين وتكبرين شغلك؟ اي ابي اتوسع، لان مثل ما قلت لكم زحمه والصالون ما شاء الله مو موقف، وابي ازيد الاقسام اللي عندي، بس يبا ترى ها اعتبرها سلف، ها راح اردهم لك. اكيد سلف، علمك ترى اخذ. هايده شايده شوي قويه ها تعور. لا يبا لا شنو لا تبين بلوشي لا يبا تبين اعطيك فلوس في ايش اسمه في فايده دش معي نسبه احسن. لا 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 ما ادش ايش فهمنا بشغل توسعته اي وهو ايش خرابيطه انت شكو وابوي موافق حلابك يبا ايش فيك بدل ما تشجعها وتوقف وياها قصم يادي في انا اصلا مو عاجبتني سالفه الصالون اللي عندها انا بفهم انت ايش قاصرك اللي تطلعين تشتغلين من الصبح لليل وبعدين يبا شلون توافق بروحك هذه فلوسنا كلنا اقول ترى انا موجود وبكيفي بعدين حر حلال واتصرف فيه مثل ما ابي ما علينا قولي يبا ما بديش معاي شراكه ما اريد اش شراكه وعليك مبارك بس قولي ايش كثر تبين وبعطيك خلاص تسلم ايدك عمتي على القهوه العافيه يلا جاهزه يبا وين؟ وين رايحين؟ لا والله ابد عمتي ماكو باخذ العنود وبنروح السوق نشتري لها كم قطعه جديده. وليش الخساير يمه؟ توها شاريه ملابس من السعوديه وما لبستهم جداد. اي عمتي ما عليه يعني